سنضع تحت تصرف الحرفيين الإطار اللي يسمح لهم أن يحافظون على هذا المعروض، ولماذا تنميته وتقيته حتى يأخذ البعد التنافسي بمفهومه الواسع، يعني وطنيا ولملا دوليا. وهذا ليس بالأمر صعب، لأنه ما رأيناه اليوم من منتجات كحقيقة الأمر تستحق أكثر من تقدير. مبارك لهذا المركز الدمغ اللي راح يكون بوابة لترويج وتسويق وتكوين حرفيات في هذا المجال. إن شاء الله راح يكون دفع كبير لهذا المنتوج زربة بابار اللي راهي قايلة للزوال.